وقراي تبع التشكيلة ما ظاهرة معك الآن للفريق الاتحاد. بالنسبة للاتحاد أيضا الأمور تسير على ما يرام، خصوصا بعد انضمام قائد لبداية المواجهة لمصلحة الريال في أول الكرات بوسط الروان. بوشروان يعدي 1-2، يمر بشكل سليم والتصويبة ممتازة، هزازي ممكن يكمل لكن في كرة تطلع إلى خارج أرض الملعب، محاولة ممتازة، برافو هشام بوشروان، والله والله بوشروان مكسب كبير جدا وليست خسارة الملايين التي تذهب إلى هشام بوشروان لمخبات بوشروان حلال. الكرة إلى بوشة، الاتحاد أيضا عند رغباته على صعيد الشامبيونز ليج الآسيوي، كرة تتصوب مرت بسلام إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى عند مبروك سايد. مرت إذا ربع ساعة مشاهدينا الكرام متابعينا من رائدة القنوات الرياضية العربية اي ار تي سبورت، والمواجهة ما زالت متعادلة بدون أهداف، وهذه أخطر الكرات كانت من شنايدر إلى خارج أرض الملعب. شالت الكرة إلى صالح مدريد، المرينجي مع كرة عند كريستيانو رونالدو، ما ينعطى فرصة كريستيانو رونالدو في مثل هذه الأماكن. مباراة على هذا الملعب لنهائي يوفا شامبيونز ليج، كرة إلى ديرنتي من الجهة اليسار، ديرنتي يلعب كرة، الله مبروك، برافو يا مبروك، مبروك زايد، طلع كرة من طلع كرة الأسطورة راؤول جونزاليس، بالفخر مبروك زايد بعد ما تصدى لكرة لراؤول جونزاليس. المحاولة موجودة خطرة للريال في جهة اليسار، كريستيانو رونالدو يلعب كرة إلى راؤول، التصدي من مبروك، مبروك يتحول الثانية اتحادية، محاولة موجودة إلى مناف بوشكير، بوشكير يمر الكرة بشكل سليم، ما في أوفسايد، حكم اللاين يعطيه الإشارة كمل في كرة إلى هشام بوشروان، ممكن الهدف بوشة لكن التصويبة من بوشة كانت لقطة أنانية. هشام بوشروان، بوشروان يلعب كرة عرضية ممتازة، سووها كثير بوشة ونايف هزازي، سووها في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، سووها في ملعب الملك فهد، سووها في ملعب الأمير فيصل بن فهد، عملوها في ملعب الأمير محمد بن فهد، سووها في كثير من البلدان. بالجهة اليمين عبيد الشمراني، عبيد يلعب كرة طويلة إلى الجهة اليمين، محاولة عند بوشة، يا سلام يا سلام، الله اللي حضر بالأساس للاتحاد بناء على مشورة جابرييل كالديرون اللي كان متواجد في كرة القدم العمانية مسبقا. هذه كرة هشام بوشروان، يا زينها يا سلطان لو كانت في الشباك، عطش لمزيد من بوشة، كرة في صالح الريال، محاولة تصويب، الله يا سلام يا مبروك، الأسد وسط النمور، مبروك زايد يطلع كرة لخارج أرض الملعب، لا رونالدو لا راؤول يمتلكون الحلول في الوصول لشباك مبروك. كرة اللعب عرضية مرت إلى الجهة اليمين، هذه خطرة مرت إلى خارج أرض الملعب. جهة اليسار شنايدر، محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راؤول جابها الثعلب، وبطريقة الخاصة وبنكهة المعروفة الثعلب الإسباني يسجل. هذه المرة مبروك زايد لا حول له ولا قوة، الثعلب الإسباني باستدارة كاملة يسجل فيها هدف أول لمصلحة ريال مدريد. شوف الكرة ملعوبة إلى راؤول، ثم راؤول باستدارته يهز الشباك لحارس المرمى، مبروك زايد يتقدم في هذه الأثناء مع الدقيقة رقم 10 في شوط المباراة الثاني، 55 من عمر المباراة يتقدم معها ريال مدريد بهدف دون مقابل. وقلت أن تمضي شوط المباراة الأول أو أن تمضي شوط في صالح الاتحاد. يرزي دودك وجه زملاء قائد المنتخب البولندي، يرزي دودك يوجه زملاء سواء في حاط الصد أو المدافعين داخل المنطقة، كرة اللعب بالراس، الله يا بو
بوشا، راسية من هشام بوشروان. نعم الاتحاد للتاريخ، نعم الاتحاد للتاريخ، لم يكتفي بتواريخ هنا بالعاصمة القديمة مدريد، عاصمة إسبانيا. بوشا صانع الأفراح وصانع التاريخ براسية في التسعين يرز ديدك. يا الله صعبة جدا على ديدك. بوشا لا يكتفي بقدم اليسارية، يشارك هزازي راسيته ويحاول مرور، ترجع الكرة فيها للخلف. ممتازة، لعبة ممتازة للاتحاد. ممكن 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 في الهدف الثاني يرز ديدك يطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب. والله رجال في المباراة، نمور الاتحاد رجال في المباراة. إثبات الحضور هنا في سانتياغو برنابو. شوف الكرة ملعوبة إلى سلطان النمري بعد التحرك ممتاز مع راشد الرهيب، ثم تصويبة من سلطان النمري تشيلسي، وميلان بحث فيها عن التعادل في كرتين بالعرضة من سيدور، لذلك الريال يبحث عن فوز، لكن الاتحاد يبقي كلمة في المباراة بالتعادل. لكن حتى الآن الاتحاد يصمد والهجوم موجود للريال، لكن نريد الاتحاد أن ينطق أخيرا وينطق كثيرا في هدف ثاني ممكن يسجله في شباك ريال مدريد مع اللحظات القادمة، مع الفترة القادمة، مع الدقائق المتبقية، 14 دقيقة ممكن المتبقية الآن بعد الكرة لصالح الريال. هذه صعبة وخطرة، هذه صعبة وخطرة. أوه ما الله كاتبها للريال هذه الكرة. الطواحين الهولندية أرادت الطحن مع هذه الكرة، لكن كرة تطلع إلى خارج أرض الملعب. كرة الطواحين اسمد التاريخ مع الاتحاد في العشر دقائق. روبن يحاول، أوه وكالعادة الحراس العرب أصحاب الكلمة الأعلى دائما في المقابلات العربية مع الفرق العالمية. وزاك وشي يمر الكرة في الخلف، المحاولة لصالح الاتحاد. يا سلام الثاني، خلص. لا 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 استعجال قاتل، استعجال قاتل. لكن مسامح يا بوشا، والله مسامح يا بوشا، مسامح يا بوشا من هنا ليوم الدين. شوف الكرة اللي مرت إلى بوشروان، هو اللي عادل. هو المشعل طلال مع الكرة في الجهة اليسرى، يحاول يعدي فيها، رجع للخلف، الكرة ما زالت مستمرة للاتحاد، الكرة ممكن يجي فيها ثاني، محاولات تمريرات. يا سلام، ما نبي الجول، ما نبي، ما نبي الجول، ما نبي، بس ترس مثل هذا نبي في سانتياغو برنابو. كيف سانتياغو برنابو، شوف التمريرات. يا سلام يا سلام على التفاهم، يا سلام على الانسجام. مناف بشكير بوشروان، كرة وان تو، كرة خذوهات، ضعفية وتشتت يرز ديدك، لكن الكرة أخيرا راحت إلى خارج أرض الملعب. الحسرة على دكة البدلاء. والنهاية توشك الآن، والاتحاد يمر في سانتياغو برنابو.